بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين والمشتركين، أولا كلمة الشكر لا تفي فيكم ولا تعطيكم حقكم، ولكني أقول أن الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلكم مني التحية والتقدير والاحترام. ووالله لو أعلم وأقدر على أنني أقبل كل فرد منكم في رأسه لقبلته، ولذلك أحمد الله وأشكره بفضل الله وتوفيقه وعونه، ثم بجهودكم أنتم وموقفكم وتشجيعكم واشتراككم أجد نفسي في مصاف المشاهير الذين يطردون طرد السنين ويجتهدون من سنين. فلهذا أنا راض عني وراض عنكم ومبسوط منكم، وعاجز عن شكركم وتقديركم، وعاجز عن الوفاء بحقكم وبدعمكم وبلائكاتكم وباشتراككم. فأتمنى لي ولكم التوفيق، وإن وصلت فهذا بفضل الله أولا وبدوركم الفعال والمهم والأساسي الذي أعتز به وأجعله وساما على صدري. فلهذا أبت نفسي إلا أن أبادلكم نفس الشعور، سواء قريبين أو بعيدين أو معروفين أو غير معروفين، أنتم على رأسي أولا وأخيرا. وأتمنى لي ولكم التوفيق في كل ما فيه النفع والفائدة. وإن قلت لكم إنني راض وقانع كل الرضا والقناعة بأنني أحس نفسي بفضل الله ثم بفضل جهودكم في مصاف المشاهير الذين لهم سنين، وأنا من شهر الحجة 3 شهور، عندي أكثر من 457 مقطع من غير اللي أنا حذفتهم. ولهذا لماذا أقول لكم سوف أتأخر أو أفعل أو كذا، أو نظرا لأن المقاطع كثيرة ولكني كلما حاولت أتوقف أحس في نفسي غصة. لماذا؟ لأنني أحس أنني أبتعد عنكم، وأجد الكثير يتدخل ويتصل علي ويرسل لي يقول لي يا عمنا ليش تتوقف؟ من السبب؟ علشان احنا نلجمه. يعني بعض الناس واقفين معايا موقف المقاتل، يعني كأنهم أمامي وأنا من الخلف، يقولون يا عمنا لا تتوقف، أعملوا بس احنا المهمة نتابعك. فهذا شرف لي مثل هذه البطولة ومثل هذه المواقف الرجولية، نساء ورجالا أحترمهم وأحطهم على راسي. والله العظيم وأنا فخور بكم كما أنتم تعزني وكما أنتم تتابعوني، ومتابعتكم لي شرف ووسام. فلهذا عندما أحس وأتكلم وأقول سوف أتوقف، هي بس مجرد مداعبات وممازحات معكم، وإلا ما أنا عندي دافع ورغبة والله بعد الفجر. الآن هذه الأيام وهذه المقاطع التي أعملها لكم من بعد الفجر، أصلي الفجر وأطلع، كل أبغى أنقل لكم كل شيء يدخل على نفوسكم الفرح والمسرة. فأصبحتم جزء مني وأنا جزء منكم، وأتمنى لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم أبو مطران.